طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. اولا تحيه نضاليه للامهات واباء واولياء التلاميذ الذين اظهروا على ان هناك منسوب للوعي كبير في مسانده قضيه الاستاذ، ووصلوا الى ان الاستاذ هو لبنه التعليم. بالنسبه الى الاساتذه الثانوي الحاملين لشهاده الدكتوراه، نطالب بالحل الشامل لملفهم ودون احداث مباراه، معنى ان الغاء الماده 33 من النظام الاساسي، وبالتالي حل الملف وادماج الاساتذه حاملين شهاده الدكتوراه في اطار استاذ باحث لوزاره التربيه الوطنيه دون قيد او شرط. فلهذا يجب رفع هذا الاحتقان باولا اقامه الحوار مع التنسيقيات من اجل ايجاد حل في اقرب وقت، من اجل الا يضيع التلميذ ومعه الاستاذ كذلك. انا استاذه وانتمي الى هيئه التدريس وعطور الدعم بالمغرب وانتمي الى الزنزانه 10. نحن اساتذه من قضوا شبابهم في الاقسام دون انصاف بترقيه وحيده ويتيمه، 24 سنه و 28 سنه بترقيه يتيمه. نحن كهول التعليم، والان ما زاد الطين بلة هو النظام الاساسي المشؤوم الذي اعتبر الاستاذ كمجرم، الذي اعتبر التلميذ ضحيه. نحن نندد بهذا النظام الاساسي وندعو الحكومه والمسؤولين الى اسقاطه، وشكرا.